Jakarta, saya lihat di atas gue itu normalnya di transform Jakarta itu mungkin namanya nol epsilon dan nol a plus b. طيب في المرحلة لما جينا نحل قلنا ان هو غالبا بيدينا لما نيجي نعمل ديزاين للفلتر بيدينا السبيكس دي شوية والسبيكس بتاع الباس باند ريتس مسموح فيها قد ايه والباس باند فريكونسي الفريكونسي يعني بتاعي والستوب باند ريجكشن والستوب باند فريكونسي اللي عنده ريجكشن وقلنا ان الايكويشن دي قلنا ان الايكويشن دي كان نورمالايز اوميجا واحد فقبل ما نبتدي فعندي الاوميجا بتاعت الباص تساوي واحد والاوميجا اس لما نيجي نعملها نورماليزيشن كانت هي بتساوي ايه؟ عملت نورماليزيشن على هو الديزاين بتاعي في الاساس الوتر بول كان دوت كده بايه؟ باص دوت كده بايه؟ هو عاوزني دلوقتي اعمله ديزاين ان ده يكون عند اف دي وده يكون عند اف اس انا عارف الايكويشن في النورماليزد فريكونسيز فالنورماليزد فريكونسيز دي كمان عندي الاف دي 2 ميجا هنقسم على الاف دي هتبقى واحد هنا دي 4 ميجا هقسم على الاف دي اللي هنا هتبقى 2 يبقى عندي الاوميجا اس اللي هي بتساوي اف اس على اف دي طب دلوقتي انا قصدي حاجه عشان اشتغل بالايكويشن بتاعتي لا مش قصدي حاجه دلوقتي انا عندي دوت دي بي اقدر اجيب الابسلون الابسلون هجيبها طبعا ما يعني مش محضر مش عارف الارقام دي اللي بيحصل صح؟ اه دي اللي تمام لا دي 8 حاجه 8 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 ممكن ايا كانت الطريقه اللي انتوا بتحسبوها فيها هو في طريقه اللي انتوا بتحفظوا الايكويشن كبيره او بتحفظوا الايكويشن دي انتوا حافظينها برضه بس هي 10 10 هي لوجيك كبيره شوف هي اكبر منها مساوي ده اللي احنا عارفينه شوف 10 بس 0.1 وبالك بقيت السكشن كلها هتعتمد عليها يعني الارقام دي هحفظها عشان اقول لك بقيت السكشن فاتت
12 و 9 كتابي بالنسبة للست الحقيقية على مانجا بي يبقى
هتساوي اس نورمالايز اوميجا دي. كده انا سايبه جوه باس فلتر بس عملت له ترانسليشن للفريكوانسي للباند اللي انا عملته اللي كلينا عملته. اوميجا دي بتساوي ايه؟ اوميجا دي بتساوي 2 باي اف بي. يبقى كده اقدر اجيب المكان الموت الحقيقيه واقدر اجيب كل حاجه. اخر خطوه دي عاوزين نعمل نحول الترانسفورميشن نعمل ترانسفورميشن للايكويشن دي. يعني دلوقتي دي نورمالايز دي نورمالايز صح؟ رايس نورمالايز دي وانا عاوز احولها انا عامل نورماليزيشن في الاول لاوميجا بي سبعه. انا عاوز احول الاف بي سبعه دي. انا كده عملت خلاص انا بجيب النورماليزيشن بتاع الايكويشن دي لما اوميجا بتاعت على دي واحد. يعني ايه كانت الطريقه اللي بتعملها؟ افضل الطرق اللي بتخليك تقدر تحلها في البي. بس مش هتحسب بطريقه سيستماتيك عشان لو وقعت في النص الدكتور يقدر يلعبها. انا لو الطريقه مش سيستماتيك هتلاقي الدنيا ضربت معاك. طيب شباب في اي مشكله في المنظر ده؟ في اي مشكله هنا يا شباب؟ طبعا هسألك سؤال، اجيب الكواليتي فاكتور قبل النورماليزيشن ولا بعد النورماليزيشن؟ سؤال كده قبل ما نبدأ مش هتفرق. يعني كويس فاكتور هو نفسه. ممكن تبقوا من هنا من الايكويشن دي. شوفوا لو غيرنا فريكونسي ده اللي هيحصل؟ يعني ممكن مش هنا اللي عملت اوميجا سكوير؟ صح. هنا انا ضربت اوميجا كمان. دي اوميجا نورمالايز دي اوميجا. يعني كل الايكويشن دي ممكن انا اخد منها الجزء اللي زاد عليه. او انورمالايزها على الفريكونسي اللي زاد عليه. هيمشي الموضوع يعني. اوميجا نون ما تصرفش في اوميجا دي. لا معايا الوضع الروبي ده الروبي. بس هنا يعني اللي هينزل هنا في مثال اوميجا نون على فيه كيو صح؟ وده بيساوي ايه؟ غالبا اوميجا نون في كوساين هنا صح؟ فاوميجا نون مع اوميجا نون في كده. يعني اوميجا نون حاطين مع اوميجا نون كان بقى ولا اللي هي حاطين دبل ان هي عشان نص كوساين. الكيس اللي اوميجا اقل من واحد كانت بتساوي تبقى
شويه فلترز كل واحده مكان بيزهق من حاجه يشوف له الانفيتيشن فلتر ويعمل. فدي التو ايكويشنز اللي عندنا دي من اوميجا من زيرو لواحد ودي من اكبر من الفلتر ريسبونس بتاعت الميجا ريسبونس. بالمنظر ده انا ممكن اجيب لو عوضت عند اوميجا واحد جبت الفاليو هيطلع لي ان الماجنتيود بتاع اوميجا واتنين الفاليو دي قصير الفاليو بتاعتها قصير اكبر منها بتساوي واحد ولا كام؟ يعني باوند بين اثنين واثنين ماينس 1 و1 ودي سكوير يبقى الفاليو دي شكلها عامل ازاي؟ من 0 ل 1 يبقى انا متوقع ان انا شكل الريسبونس بتاعي هنا هل اقصى اتنويشن هيشوفه هنا ايه؟ واحد ونص ابسلون سكوير صح؟ ده اقصى اتنويشن يبقى اللي انا عرفته من الفلتر ده ان في الليه ريسبونس الماجنتيود اوميجا سكوير او مش سكوير في الباس باند الباص باند بتاعي انا عارف انها باوند بين ايه؟ هي اقل اكبر منها مساوي اقل منها مساوي اقل منها مساوي واحد واكبر منها مساوي يبقى ده شبه التشيب تشيب صح؟ شبه التشيب تشيب بس لو بصينا هنا هي دي هتتغير كام مره جوه الباند؟ انا عارف ان كوساين من 0 ل 1 هتجيب لي زاويه من كام؟ عشان معاهم اوميجا من 0 ل 1 من 0 ل 1 في الكوساين انفرس هيجيب لي من 0 ل 90 ايا كان هجيب الفرنش الصغير الاول وان دي هتجيب لي قد ايه تاني في الزاويه فبالتالي انا عندي على حسب الاوردر خمس زاويه قد ايه وانا بلف وبالتالي هجيب كام مره انط كام مره بين التو فاليوز دول انا متوقع ان في ليفلز والليفلز دي تغير مع شكل الاوردر بتاعتك يعني الفلتر المفروض شكله عامل ازاي هو الفلتر المفروض فيه ليفلز كده والريبل دي عددها شكله عامل ازاي ولا الريسبونس شكله عامل ازاي بالنسبه للان بتاع الفلتر قلنا بتاع الفلتر هجيب كام مره هيتنقل ما بين 0 و 1 0 و 1 0 و 1 طيب ماشي يعني في شويه اكزامبلز في المحاضره بس لو عايزين نتكلم لو الاوردر ب 2 يبقى الكوساين دي هتبتدي بفاليو كام؟ ده اوميجا ب 0 الكوساين بكام؟ كوساين ناقص بكام؟ 5 2 2 بباور كوساين يبقى كام؟ كوساين 3 ناقص 1 ناقص 1 لو عوضه هنا سكوير يبقى هيبتدي من اتنويشن صح؟ يبقى لو عندي الاوردر ان بتساوي 2 يبقى هيبتدي من اتنويشن هيبتدي من 1 على سكوير روت 1 زائد 2 سكوير صح؟ طيب خلينا كده نشوف لو ايفن اوردر برضه ايفن اوردر لو خليتها باربعه الاوردر باربعه الالف مش دي في الاخر ده طول ما هو ايفن اوردر هيجيب لي باي على اثنين صح عند الزين طول ما هو ايفن اوردر هيجيب لي باي على اثنين باي على اثنين في اثنين ام اثنين ام يعني اللي هي ايفن اوردر صح يبقى الاثنين حاطين على اثنين هتجيب لي باي ام باي ام دايما كوساين فيها كام؟ لو ناقص واحد واحد يبقى هيبتدي من هنا هيبتدي من تحت لكل الايد اللي ولو جاب لي رسمه وسالني الرسمه دي يعني الرسمه دي لو بصينا على الرسمه دي حد يقدر يقول لي هو ايفن ولا اود اوردر؟ من الرسمه دي بدل من حته قليله دي خلينا نشوف الاود شكله عامل ازاي بقى الاود هيبقى قيمه الشكل ده هيبقى ان يباي على 2 في 2 ان زائد 1 يبقى الشكل ده هيجي منظر من ايه؟ من فاليوز الكوساين عندها كام؟ بزيرو. يبقى فاليو زيرو يبقى هنا بزيرو يبقى الماجنتيود بكام؟ واحد. يبقى لو عندي اود اوردر ده شكل الاود اوردر. طيب ماشي عدد الريلز لا عدد الفاليوز المرات اللي هيطلع فيها وينزل يطلع فيها وينزل حسب الايه؟ صح؟ بس لو عايزين نعرفها على طول عدد الحال المرات اللي هيكون طالع فيها تفتح ان ماينس 1 يعني فهنا لو الاوردر ب 2 يبقى هيطلع مره واحده بس
teoria per appunto in una specie quella il maximum minimum, da io maximum non si è abbastanza il فكر وقال انا
احنا عاوزين دلوقتي عاوز اوصل لاعلى اتنيشن هنا مش همني الفيز ديستورشن هنا بس حل على انه يوبتمايز على الريجكشن في المنظر ده مش همني يكون في عندي زيروز ولا بوز. طب انا ماشي يعني مثلا ليه ما ينفعش احط مثلا اللي هو بتاع ده في الـ في الاوميجا جوران بتاع البوتر وورث في الاوميجا الين 1 يعني ليه ما اخدش يعني مثلا ما اخدش الكوساين في اوميجا جوران لا ما يعني ليه ما ليه ده واخد الاوميجا الين كوساين ليه ما اخدش بتاع البوتر وورث مثلا في اوميجا الين 1 هو عامل الكوساين يعني ده عند اوميجا الين 1 هنا الكوساين ترينجل لازم يحصل continuity صح لازم continuity تمام هيطلع حاجه كومبلكس انت عارف ان j كوساين لا تمام لا 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 انا بس عشان كونتينيوتي كنت اخد بالي مثلا كويدنس لا هي كويدنس طيب احنا دلوقتي عاوزين نجيب البوز والزيروز زي ما احنا عارفين من بدري ان احنا عاوزين نشوف الثلاثه ده ليه بوز وليه زيروز ولا لا هنجيبها ازاي؟ الحاجات برضه اللي مطلوبه يعني مش حاجه صعبه انا جاي بدات اجيب الايكويشن دي برضه بتاعي ان ان في ان وابسلون في ان طيب ماشي انا جيت امشي مع الفلتر ده هلاقي ان الروت لوكس بتاع الروت بتاعته شكلها ماشي ماشي ازاي هلاقي ماشي على شكل اليبس ومكان الزوايا بتاعتهم هو نفس الزوايا بتاعت اللي فاتت يعني لو عايزين تجربوا الزوايا من بدري نفس الزوايا بتاعت اللي فاتت تقسم ان وتقسم الزوايا بس المره دي بيتطلع على منظر ثاني فدي مش اوميجا نور ودي مش اوميجا نور ودي مش اوميجا نور ودي مش اوميجا نور هي كل واحده في فاليو مختلفه فانا طالما حسبت الاوردر اقدر اجيب بتاع مش هقدر امشيها زي المره اللي فاتت اللي هي شوف هي جت منين ومنين يعني في حاطط السكشن انا قلت المسافه عمرها هنا مش اوميجا نور ولا هنا مالهاش علاقه باوميجا نور هي ليها علاقه باوميجا نور مضروب في فاكتور تاني اللي انا شغال طيب ماشي لما الايكويشنز ديت هيطلع لي من قيمه ال اس اوف اي ده مكان البوز وهيطلع لي مكان البوز هنعرف فاكتور جديد اسمه بيتا بيتا ده برضه هيساعدني جه منين بيتا تساوي 1 على ان فاين انفرس ده البيت هنجيب منه البوز والزيروز مفيش زيروز في الفلتر ده هو ده اول بول فلتر هيطلع لي ان السيجما انا ما بكتبش هيطلع لي ان السيجما اوميجا روتيت السيجما بتساوي شاين شاين بيتا بساين 2K ناقص 1 كابتن 2 ان باي هو فاكتور عرفناه بالفلتر لما جينا نحل الايكويشن طلع لنا الفاكتور ده بيضرب المنظر ده هنا فاكتور عرفناه بالفلتر يعني منين؟ نعرفه في المنظر السكشن تاني بتاع كوساين بيتا مضروبه بكوساين k ناقص 1 انا اقدر اجيب الزوايا دي ممكن بدل ما اعوض ممكن اجيبها منين على طول فبعرف كم الزوايا بالجرافيكال كده اقدر اجيب الشاين بيتا والشاين بيتا على الاله دي مكان البوز والسيب بتاعها البوز بس مفيش زوايا يعني هي دي مش مشكله التطبيق اللي هو بس هو يعني تجربوا تعملوه يعني سبب بيقول لكم هو لو معدل الالبس المفروض يطلع لي ان ده سكوير الفاليو دي زائد ده سكوير على الفاليو دي الاثنين فاليوز مش مع بعض يعني ده سكوير زائد ده سكوير يطلع لي بشكل واحد يعني انا عارف ان هي ده سكوير على رقم زائد ده سكوير على رقم فلو ربعت ده سكوير انا
انا عارف ان ساين سكوير وكوساين سكوير وساين سكوير بتاع كده عوض على ايه؟ طلع لي ايكويشن ان سيجما على ساين سكوير دبليو تي على كوساين سكوير دي ما تساويش تي تساوي دي معادله لا ما هي الجرافيك اللي بتلاقي نفس الزوايا انما الفاليوز دي مش هتعرف تجيبها غير معاك جرافيك يعني نفس طريقه الزوايا نفس طريقه دي تيتا على الاثنين دي تيتا ودي تيتا ودي تيتا نفس الطريقه بس المشكله في الماجنتيود ده كان زمان كنا قلنا ده اوميجا نقطه دلوقتي ما بقاش اوميجا نقطه بقى الماجنتيود منظر تاني هي الربيع بيختلف في شاين والإيماجن بيختلف في شاين الفاكتور الجديد اللي كانوا عارفينه اسمه بيتا anyway يعني خلونا نشوف مسألة عن الفلتر ده يعني في الاول يعني
تشيب شيك اعملها فتره بعدين المره اللي بعديها اعملها تشيب شيك. طيب ماشي من الاخ ده قال نعملها تشيب شيك اللي بسرعه هتفرق. انا عارف ليه انا عندي تشيب شيك لحد دلوقتي اللي انا عارفه الايكويشن الاولانيه بلس 7 10 لوج 1 زائد ابسلون سكوير دي حاجه منها ابسلون واس لوج 27 لوج ابسلون ناقص 6 ان ناقص 1 ناقص 20 ان لوج اوميجا سكوير. كل ال two equations دول نورمالايز. طالما نورمالايز يبقى انا ال f b احولها لايه؟ لاوميجا b اللي هي بتساوي 1 يعني احسبت على الاثنين. وال f s احولها لاوميجا s اللي هي بتساوي ايه؟ f b على ال f s. f s على f b اللي هي بتساوي 2. يبقى عندي اوميجا b واوميجا s. ايا كانت الطريقه. الاوميجا b انا عارف انها واحده عشان ال equations بتاعتي نورمالايز. من هنا مش محتاج احل تاني لان احنا حللنا ان الابسلون هتطلع 4.50 اه انا نورمالايز كله على ال هخلي الاف بي زي واحد فعملت نورمالايزيشن هتنفع الاف بي كل بي المفروض عشان انت شغاله بين يمين ساكن دلوقتي لان الموضوع عالي انت بتعمل نورمالايزيشن فمش فارقه يونتس يونتس بسيط لان ده ما بتعملش يونتس يعني انت عملت نورمالايزيشن ده ما بتعملش حاجات دي عشان طالما نورمالايز ايه؟ انا ولا انا عندي الايكويشن بيقول لي النورمالايز الايكويشن بتقول لي ايه؟ بتقول لي ان الباس باث فريكونسي الكات فريكونسي بتاعي عند واحد يبقى لازم النورمالايز اللي زيه اخليه عند واحد. كل الايكويشن كل اللي احنا شغالين عليه دلوقتي ان احنا لو باس هنشوف دلوقتي لو قلبنا هاي باس اللي فات بس احنا شغالين لحد دلوقتي لو باس حتى الحل اللي طلع لنا هنا كام؟ المره اللي فاتت في الماكسيمم اتاك الام طلع بصفر نشوف هنا الام طلع انا لازم حد يكون فاهم عليا لان هو دايما بيطلع واحد تقريبا لا لا بيطلع واحد لا في ايه الالم وشاشه صغننه الشاشه دي كبيره في التوهم اظن هتطلع تاني اقدر اجيب الموسم
عندي الفاكتور اللي احنا عارفينه اللي هو البيتا اللي بيساوي 1 على ام فاين ام مش 1 على اكس هتجرب تطلعه يعني مش هتطلعه هيبقى عرفش مش هعرف خالص طيب سيما اوكي والاوميجا اوكي نورمالايز ونورمالايز الاثنين نورمالايز هتساوي ايه؟ لو جينا في سيجما اوكي الايكويشن اللي هناك هي ساين بيتا كوساين صح؟ كوساين 2k ناقص 1 على 2m فاضي الزوايا دي ممكن اعوض بيها وممكن اجيبها على طول من على الرسمه انا عارف ان هو الفس المنظر ده المنظر ب 4 يبقى دي 22 دي 45 بقدر اجيب كنس الزاوية دي من فاضل ايا كان الطريقة اللي بتعملوها افضل انت ماشي كده الايكويشن الاولانية خالص اللي بياكل حاجة عوض على الاسم الزاوية بتاعت الجيم جبت قيم البوز والزيروز ما انساش ان انا نورمال عاوز اعمل نورماليزيشن اعمل ازاي؟ لو عاوز اعمل نورماليزيشن انا عارف ان اس بما ان ده لغه سبيسر انا عارف ان الاس نورماليز بتساوي اس على اوميجا طالما اس يبقى لازم اوميجا بين اوميجا بي يبقى منها ان الاس اللي انا عاوز احلها تساوي اوميجا بي اس نورمالايز يبقى هضرب كل دول عشان اخليهم مش نورمالايز يعني الام دي يبقى هضرب ايه؟ 2 باي اف ما ننساش 2 باي اي مشكله دلوقتي؟ لو قال لي احسب الكواليتي فاكتور بتاع كل وورد زيرو في مشكله؟ مشكلة صح؟ يعني بالسرعة هو المفروض تجيبوا الماجنتيود ده صح؟ تجيبوا الماجنتيود ده عشان تحلوا بيه، بس هل الماجنتيود ده كان له لازمة؟ احنا شفنا ان المنظر اللي هنا دي كانت بتساوي ايه؟ الجزء اللي بالاسود ده، الجزء اللي بالاسود ده كان بيساوي ايه؟ اوميجا نقط على 2 كيو. في الاخر الجزء ده بيساوي ايه؟ مش بيساوي ساين الزاوية دي؟ كوساين الزاوية دي صح؟ الطول ده في كوساين الزاوية دي أو الطول ده في كوساين الزاوية دي يبقى أقدر أجيبها سواء أيا كانت الزاوية لو سميت دي فاي يبقى الفاليو اللي هنا أقدر أسمى الزاوية دي صغيرة خالص أنا مش هسمى الزاوية دي فاي يبقى الطول ده بيساوي كام؟ بيساوي طول اللي اسمه اوميجا نوت ده في كوساين في ساين فاضي يبقى الكواليتي فاكتور بتساوي ايه؟ اوميجا نوت دي معلومه مش محتاجه الكواليتي فاكتور بتاعت اي بول زيرو كونتري طالما انا عارف الزاويه بتاعتها يبقى بتساوي 1 على 2 ساين فاضي ده طول خط الكنترول صح؟ خط الكنترول ازاي ده؟ هو ازاي؟ خدتوها؟ بالنسبة للزيتا اللي هي كان ليها علاقة بالزاوية دي، كانت بتساوي كوساين الزاوية دي. أو ساين الزاوية دي. كده يعني. لا ساين لأنها ما بتكون بزيرو أو كوساين الزاوية دي. يعني هي الكلمة دي أنا مش محتاج أحسبها عشان الجي بي تشيب دلوقتي أنا لسه هجيب الماجنتيود ولسه هعمل، لو قال لي أحسب الكواليتي فاكتور أنا جبته على طول في الإيكويشن اللي هي الكواليتي فاكتور بتساوي 1 على 2 كوساين. أوميجا نوت في السكند أوردر إيكويشن. السكند أوردر إيكويشن اللي هي أوميجا نوت إحنا مش في حاجة اسمها أوميجا نوت، أوميجا نوت في السكند أوردر إيكويشن اللي هي إس سكوير زائد أوميجا نوت على كيو إس زائد أوميجا نوت سكوير. فأوميجا نوت يعني طول ده أنا عارف إن هو دايما في السكند أوردر إيكويشن بسبب أوميجا نوت. أوميجا نوت اللي هنا غير أوميجا نوت اللي هنا غير أوميجا نوت اللي هنا غير أوميجا نوت اللي هنا كل واحدة مختلفة. بس أنا هل أنا محتاج دي بالماجنتيود ده فعلا؟ لا مش محتاج. أنا ممكن أجيبها على طول السكند. ما
فاي دي احنا جايبينها بقى في الجرافيك كده اللي هي ده 180 على على ان يبقى ثيتا على ان دي ثيتا ثيتا اس نفس اللي احنا جبناها جرافيك كده المره اللي فاتت. اي مشكله يا شباب في ال تشيب تشيب فلتر؟ طيب ماشي بالنسبه للام بس تشيب تشيب بقى الدكتور كان لكم معانا صح؟ لكم مين تاني؟ انا دلوقتي عندي مشكله الفلتر ده بيريجكت كويس صح؟ مفيش اي مشاكل مع محمد بس الباص بتاعي التاني مش كتير. طب هو الفلتر ده يعني خلونا نعرف الفرق بين الفلتر. هو مش البطل هو كان بينزل 20 ان دي بي بريديكيت والتشيب شيب كان بينزل كام؟ 20 ان دي بي بريديكيت صح؟ الاثنين بينزلوا نفس الحاجه. امال ازاي الريفكشن بتاع ده اعلى من الريفكشن بتاع او الاوردر بتاع الاحتياج اوردر اقل عشان هي مجرد بس شويه اوكسيد بس ما بتغيرش مع الفريكونس يعني هو الامبلمنتيشن في طريقه التشيب شيب اداني اوكسيد زياده بس بينه وبين يعني في الاخر ما وصل للستيت ستيت الاثنين هينزلوا نفس الحاجه بس هيكون فيهم اوكسيد الاوكسيد اللي بينهم ده بيساوي ايه؟ بيساوي 6 ان ناقص 1 صح كل ما زود البوردر كل ما هيفرق اوكسيد بس هما الاثنين من الاخر بس النزله يبقى بالتالي انا مثل التشيب شيب بحبه عشان بينزل النزله اللي في الاول دي بسرعه كان في نزله في الاول كده بينزلها بسرعه بعد كده هو ريجكشن عادي ريجكشن طبيعي فممكن استفيد من ان انا عاوز لو عندي شانلز قريبه عاوز اعملها ريجكشن ومش همي الريجكشن ده انا عاوز الاول ينزل بس عاوز النبه دي تنزل بسرعه بس بدل ما ازود الاوردر وبتاع الفلتر اصلا التشيب شيب انا كان هينزل بسرعه ويعمل منظر الريجلز اللي موجوده في التشيب شيب مش حلوه بالنسبه لي فلو عندي سيستم دلوقتي عاوز اخليه فلات الباس باند وعاوز اقلل البوردر اقل ما يمكن بعمل ايه؟ انا بص على الشيب شيب كده شكله كان عامل ازاي؟ لو رسمنا من غير فانكشن بتاعتي كان شكلها عامل ازاي الشيب شيب؟ كان شكلها ريلز كده وريلز دي بقى الفاليو اللي سميناها طيب ماشي وهنا القيمة ليها واحد وهنا القيمة ليها واحد على سكوير روت واحد زائد طيب ماشي يا شباب انا دلوقتي الفلتر ده عاجبني في الحتة اللي نازلة بتنزل بسرعة أحسن من الشيب يعني الشيب شيب بينزل كده الشيب شيب ممكن ينزل كده بس الأخر مرة الاثنين نازلين بنفس السرعة بس في أوفست ما بينهم اللي هو تقريبا 6 إلا ناقص واحد ده نزل أسرع سنة بس اللي هيلعب بقى الكورة بتنزل نفس السرعة طيب مش كل اللي بعمله ايه؟ مش غير دي مش عجباني؟ اطرح الفلتر اللي هو باي باس اطرح الفلتر من واحد اطرح كل اللي انا شايف ده من واحد تعليبه باي باس اطرح ده كله من واحد هيطلع لي حاجه بالمنظر ده يعني ايا كان الساين بتاع مش هعمل كده بس حاجه بالمنظر ده وعامل كده صح؟ فكده انا جبت فلتر طرحت لما طرحت الفلتر ده من واحد بتاعهم واحد مكتوب سكوير في اي مكان يعني الفكره اللي عملها طلعت فيهم واحد كانت الفلتر شكله عامل كده النهايه ديت مش النهايه دي عند زيرو فلو طلعت منها واحد هتطلع كام؟ يعني لو قلبتها يعني انا طلعت في فيز ولا بس انا طلعت ده حاجه من المنظر انا عارف حاجه اسمها فيبرس ترانسليشن ده بقى هاي بس صح؟ عارف حاجه اسمها فيبرس ترانسليشن او ماسك الفلتر ده خلي الاس يساوي واحد على اس وهنقول ليه كده بس الاس تقريبا واحد على اس بالنسبه للفلتر لو الاس تقريبا واحد على اس يبقى كاني عامل ايه في الفلتر؟ قلبته يبقى هيبقى خلي المايك كده شكله عامل زي الاخر فلات ريسبونس كده في ريفلتر ده الانفرس تشيك متوقعين هنا يكون في زيروز ولا ما يكونش في زيروز؟ ليه بقى السبب اللي لازم يكون لاحظوا ان انا خدت اس لوحدي على اس صح؟ ففي اس هتطلع فوق طالما في اس طلعت فوق يبقى في زيرو وبرده يعني المعلومه الثانيه انا الزيرو بتعمل ايه في ماجنتيود؟ طالع ماجنتيود صح؟ طالع ماجنتيود فوق انا عارف ان الكواليتي فاكتور لو عالي هيعمل لي ريفرنس قبل الاوميجا نقطه
انما في الريجكشن نازل عادي عشان هي كبيره كتير انما هنا في الريجكشن ايه اللي هيحصل له؟ هو بعد الاوميجا نوم اللي هي خلاص الاوميجا كبرت الريجكشن ايه اللي هيحصل له؟ بدا يحصل فيه ليفلز طالما حصل فيه ليفلز مين المسؤول عن يعني هي من الليفلز كده؟ مش طبيعي هو في زيرو المفروض الليفلز موجود زيرو يبقى هيغير ده اللي تشيب شيب طريقه الحل بقى لو جينا نحل المساله وقال لك اعمل ديزاين بانفرس تشيب شيب نفس الفكره احنا قلنا الماجنتيود ظهر منه واحد كل الليلة دي كلها هيطلع لي في الآخر واحد ده شكل الديزاين بتاع التتر أقدر أجيب مش هجيب الريجكشن على المنظر ده
عشان اجيب نفس البوزيشن بتاع الزيرو محتاج اوصل بين سنت. فمش هقدر اجيب نفس البوزيشن بتاع الزيرو. فالزيرو مهم في بعض الفترة. بس الزيرو عامل لي مشكله برضه هتشرح بعد كده لو شفت الفيل. الزيرو اللي بيجيب لي في الفريكونسي بيقلل لي الفيز مره واحده. يعني بيعمل لي ريسبونس زي كده في الفيز. فالريسبونس زي كده في الفيز لو السيجنال بتاعتك ما تقدرش تستحمل الديستورشن بالمنظر ده اللي يكون طالع كده الفيز من بعض 180 ويطلع في منظر تاني بسبب الاس سكوير بلس حاجه ديت هتعمل لي مشاكل. تعمل ليه الزيرو بيعمل كده؟ بيبقى مين؟ شكل الزيرو اللي هو اس سكوير اللي هو الزيرو اللي بيجيب لي زيرو في الترانسفير فانكشن بيكون عباره عن ايه؟ اس سكوير زائد اوميجا زيرو سكوير. المنظر ده ليه فيز؟ ليه تو فيز بس مش ده ريال؟ ده ريال صح؟ يبقى له تو فيز بس ده زيرو 180 صح؟ طالما انا زيرو 180 وبقيه الترانسفير فانكشن ليها ايه؟ فيز المفروض ان هو كان كونتينوس. المفروض الفيز اللي احنا دارسينه عليه الفيز كونتينوس صح؟ فالمفروض الترانسفير فانكشن القديمه اللي هي كان اللي تحت دي شويه الكوكس عامله لي فيز كونتينوس كده بس عندي الفريكونسي اللي اسمه اوميجا زائد ده هتعمل لي ايه دي؟ هتعمل لي ايه دي فوق؟ هتعمل لي الفيز مره 180 يبقى الحته دي بدل ما كانت كونتينوس كده هتعمل ايه؟ هتعمل لي جامب كده كبيره مره الجامب اللي هي موجوده في الفيز دي هتعمل لي مشكله في السيستم لازم انا اراعي يعني لازم اراعي السيستم الثاني ان في جامب كبيره كده لان يعني لو جزء من السيجنال بتاعي جه كده ممكن السيجنال تاخد فيز هنا غير فيز هنا اي شيء كده فيز هنا غير فيز هنا مش كونتينوس فمش هقدر السيجنال كان سبب الكونتينوس يعني فلازم اخد بالي من ده المنظر بتاع الزيرو كده فالجنتك هو عباره عن فلتر في زيروس في الباص وزيروس في الوسط في ليبلز في الباص هي في ليبلز ليبلز لو ليبلز بيقول لك ايه الاوردر بتاعك الابسلون مختلف او الابسلون بكذا الابسلون اللي هو الباس باند ليفلز الابسلون بكذا الاوردرز اللي لو على حسب الاوردر اللي انت عاوزه هيجيب لك الكوفيشن بتاعك كده كان البوزنس كل ترانسفورشن معروف يعني فبيجيبوا لك لو بيقول لك في الامتحان هيجيب لك بالتيبلز هيجيبوا لك كل حاجه فده التشيب تشيب الثاني زي ما قلت انا مش فاكر بالظبط الطريقه السريعه بس هي من البروتوكولات اللي عملته كده الارقام دي كلها ويب ديفاين فانت ممكن تجيبوا البيتا من الباس باند ليفلز اللي ريكواير بتعمل الكلام ده بس انا فاكر ان في طريقه من التشيب تشيب حلو تشيب تشيب وجوه على مره واحده هنعملها 8 انا فاكرها بس يعني لو حد درست في الموضوع هتلاقي الفرق بين الفلترز وكده دور على النت وشوف قد ايه انا محتاج من الفيز يعني ممكن الفيز ياثر لي في برنامج اسمه فلتر سولوشنز على الانترنت يعني حتى حابب يجرب في برنامج اسمه فلتر سولوشنز البرنامج ده بتخلوا شكل الفلتر والبروتر بتاعه او الكات اوف بتاعه تقول له هيعمل لي ايه امبلمنتيشن في الشيب شيب هيعمل لي ايه امبلمنتيشن في الفيسل الاليبتيك وهيطلع لك ترانسفير فانكشن هيطلع لك شكل الفيس وحاجه اسمها الجروب ديلي محتاج كل فريكونسي يدخل
ياخد تايم هو الفلتر لحد ما يطلع نفس التايم الباص باك اللي هياخد فيه باص ثاني عليه. يعني ندور على حاجات يعني هناك يعني نشوف. خلونا نشوف الترانسفورميشن سريعا. احنا قلنا ان الاس نورمالايز على اوميجا باص تايم ده عشان احول من لو باص فلتر نورمالايز لو باص فلتر عادي جنرال باص صح. فانا بنضرب ايه؟ بنضرب اس نورمالايز في اوميجا بي حاجه واحده الاثنين دول مع بعض اس تقريبا هتساوي اس نورمالايز مضروبه في اوميجا بي. هل الكلام ده منطقي؟ منطقي ازاي؟ قلنا ان ده فلتر مثلا كده ودي هنا عامله ايه؟ مش دي فريكونسي؟ الاس في الستيدي ستيت بتكون ايه؟ دي اوميجا صح؟ فدي تقريبا هتبقى اس في الستيدي ستيت. فلو دي كده نورمالايز على الواكب دي اس نورمالايز يعني تقريبا احنا قلناها اس نورمالايز على جي. وعاوز احولها لغز فلتر نفس الشكل بس عاوز ازق الواحد ده بعيد شويه. يبقى هضرب الاس كام؟ اوميجا بي صح؟ يبقى هضرب اوميجا بي عشان اخليها اس جنرال. هضرب اوميجا بي عشان اخليها اس جنرال. يبقى اللو باص لو ضربت اللي تحت ده في الاوميجا بي هيتغير. ده بسبب اللو باص. طب انا عاوز احول من لو باص لهاي باص. خلينا نشتغل كله بقى نورمالايز دلوقتي عشان نسهل. عارفين ان نعمل فيه نورمالايزيشن هيكون شكله عامل ازاي؟ خلينا نشتغل نورمالايز بقى. اس اوف ان عاوز اشوفها بتساوي ايه؟ احولها لايه؟ عشان احول من لو باص فلتر نورمالايز هاي باس فلتر. طيب بصوا يا شباب انا يعني عندي اللو باص فلتر شكله عامل كده صح؟ دي اس اس نورمالايز دوت كان عند واحد انا عاوز اقلبه لو عاوز اقلبه هاي باص فلتر هعمل ايه؟ بصوا هنخلي الاس بتساوي 1 على اس. هو هاي باص فلتر انا عاوز ايه؟ عاوز دي مش هاي باص فلتر الريسبونس بتاعي شكله عامل كده 0 عند هنا و1 عند هنا ده اللو باص فلتر. مش قلنا ان دي تقريبا هي الاس اس نورمالايز صح يا شباب؟ لحد دلوقتي واضح؟ الواحد ده مش انا عاوزه عند انفينيتي هنا زيرو رحت عاوزه عند انفينيتي يبقى كاني قسمت الاس يعني جبت واحد على اس اس بتساوي فانكشن واحد على اس. طب والواحد ده انا عاوزه يفضل زي ما هو بطلته يفضل زي ما هو واحد على اس وواحد على اس مفيش اي مشكله. عند انفينيتي الزيرو اللي عند انفينيتي انا عاوز اخليه يجي فين؟ عند زي يبقى واحد عند فين؟ يبقى كل اللي انا هعمله عشان اقلبه اخلي الاس اوف ان بتساوي ايه؟ واحد على اس هاي باس فلتر بس نورمالايز لسه انا نورمالايز. طيب لو انا عاوز احول بقى دي لو انا عشان احول واحد تاني فريكونسي اللي اسمه الاس الثاني اللي اسمه اوميجا باس في الهاي باس فلتر عاوز احول اوميجا باس. طب لو اوميجا باص في اللو باص فلتر انا عارف ان هي علاقه الاس هي الاس دي مش واحد عارف يبقى لو حددها هنا ممكن تكون واحد على اوميجا باص. طب حددها لو باص فلتر حاجه على اوميجا باص صح؟ يبقى اللي انا عاوز اعمله هضرب اضرب في ايه؟ اقسم الاس على اوميجا باص. اللي انا هعمله هنا انا عارف ان اس نورمالايز اس الحقيقيه هتساوي ايه؟ هتساوي واحد على اس نورمالايز مضروبه في ايه؟ مشكلة في ال هو بس معلومة بس انا اقول لك الاس ستيت الاوميجا بتساوي ايه؟ الاس بتساوي ايه؟ جي اوميجا صح؟ فانا ممكن اعتبر ان الاكس ده هو بطريقة ما عبارة عن الاس صح؟ هو بس عشان نكتشف ازاي حولنا من نورماس لهاي باص اللي عند الزيرو عاوز اوديها عند انفينيتي يبقى اقسم واحد على زيرو انفينيتي راح عند انفينيتي اللي عند انفينيتي اللي هو زيرو عاوز اجيبه عند زيرو حسب ايه؟ واحد على انفينيتي اي واحد على اس فبالتالي جبت منها انها بتساوي اوميجا بي على اس ام. طب لو عاوز اخليها هاي باس فلتر عاوز احول من لو باس فلتر لباي باس فلتر ازاي هعملها بقى؟ انا عاوز احول من لو باس فلتر لباي باس فلتر. انا كل اللي انا فاكره لحد دلوقتي ايه؟ شباب انا كل الفلترز اللي احنا خدناها هي لو باس فلتر نورمالايز لو باس فلتر نورمالايز.
فاي اي مساله هيجيبها اللي هو سته من ناقص، بس المسائل اي مساله هيحاول يحلها يعني مش هتعرف انا عارف انها اللي هو سته من ناقص، بس المسائل اللي هي بيقول لي هاي سته الفريكونس بتاعه كذا وكذا وكذا وكذا، فانا اقدر ارجع الفريكونس الفريكونس من ناقص ولا عارف عارف مش هقدر ارجع من ناقص بس سته اللي هو سته او نص سته اللي هي سته، فاللي انا بعمله ان انا بمشي كده في اول مساله وارجع كده في الثانيه. طيب لو انا عاوز اعمل بند بسيطه شكلها عامل كده بس انت هتلاقيها عمليه اهو بند بسيطه عامل في المنظر ده، عاوز اعمل لوبا سيطه لبند بسيطه خلينا نتخيل بس هو اللوبا سيطه لبند بسيطه عباره عن ايه؟ البند بسيطه عباره عن ايه؟ مش ممكن اعتبره على انه لوبا سيطه كاسكيت مع حاجه سيطه صح؟ 2 4 ايا كان الطريقه دي كانت بتقنعوا بيها مش بتقنعوا بيها، بس هو هيطلع لي في الاخر ان ال transformation بتاعه ان الاس نورمالايز بتساوي اوميجا نور بي على اس اس بشكل اس نورمالايز، فهو انت مديك ال فلتر وراح حاول البند البسيط. بس مش هيبقى صعب ان احنا نحاول نبقى اسئله بتاعت البند البسيط. بتتكلم انت لو مديك السبيكس لو مديك السبيكس بتاعت البند البسيط صح؟ بس هو غالبا لما بيرسم لك البند البسيط شكله عامل ازاي؟ شكله عامل اسمه البند البسيط، بس انت تقدر تعمل الترانسفورميشن بانك تعوضي، مش هو بيقول لك هنا الفاليو دي بكام؟ عاوز الفاليو هنا ريفليكشن بكام؟ الفاليو هنا ريفليكشن بكام؟ هو البند البسيط يعني الفاليو تو فاليو زي بعض. فتبقى تعوضي بالفريكونسي ده هنا وتجيب الغلط الاس بكام؟ تعوض بشكل ثاني. ممكن يديك على اي حاجه، ممكن يقول لك ديزاين فلتر هاي باس فلتر مثلا بالفريكونسي دي وانت تنورمالايزه لو باس فلتر تحول ثاني هاي باس. لا طب الاي بي بقى هو بيديهم لك. هيديهم لي بقى مش لو ده مش انت هتعرف ان الليبل اللي هنا اللي حصل لها هنا هتكون هنا، فده بيساوي بيرن مسافة ده بندلت بندلت الاس ده اللي هو بس اللي هي مش نورمالات ولو عاوز تعمل بند ستوب البند ستوب عن اسم الضغايه اس على اوميجا نوت ولا بي على اوميجا نوت بي على اوميجا نوت واحد على اوميجا نوت على اس زي اس ده كده عشان اعمل بند ستوب ده طيب يا شباب انا عاوز اعرف بقى لو انا جبت كام شيل اس دي وحط اس على اوميجا بي يبقى هيكون اس بس ال على اوميجا بي، ايه اللي هيحصل لها؟ بقت ال نورمالايز على اوميجا بي، طب الباور؟ تفضل زي ما هي الارض والله الارض ما تغيرش، ده بالنسبه للباص فلتر، طب الباد باص الباي باص فلتر؟ قلنا هنشيل اس هنشيل اس ونحط مكانها ايه؟ واحد على اس فالكباس هيتقلب ايه؟ هيديله انفاكتور صح؟ هيديله كويل. الاس هتساوي واحد على اس، قيمة الكويل بكام بقى؟ الاس هتساوي واحد على اس، يبقى انت الكويل بتساوي اوميجا بي على سي صح؟ صنعوا يعني المنظر ده بيشكل لي فلتر معين
وعاوز يحولوه الى شكل لي فلتر من تايب اي تايب وعاوز احول تايب ثاني وعاوز اعمله بيهم ولا ايه الار هنا هيتغير كله هيتغير ايه السي لو انا تايب عاوز احول من تايب فلتر تايب مجتهد يبقى الكباس هيتغير لو عاوز اعمل سكيلنج للفريكونسي هغير في الحته الكامله وان سيلد ترانسفورميشن ترانسفورميشن اكيد على الفريكونسي أنا ترانسفورميشن اللحظة اللي قدامك ده اللي لابس كده مش شايفين؟ اه انا عاوز اجيب ايه؟ زد الجديدة اللي هي مش نورمال زد الجديدة لو انا عندي كويل زد الجديدة هتساوي ايه؟ اما اشيل اس ام احطه كده ايه؟ اشيل اس ام احطه مكانها اوميجا بي على اس صح؟ اوميجا بي ال ان على اس مش عبارة عن كتاب يبقى كويل ثلاث كباستور كباستور قيمته ايه؟ دي باكر على سي يبقى اوميجا بي على كده عشان مش طيب يا شباب الزد ال هتساوي الزد نيو هتساوي الزد ال اللي هنا دي اللي هي اس ام عشان اس ام احط الاس الحقيقي يعني تكون اوميجا بي ال ان على اس الحقيقي مش ده ايكويفالنت واحد على اس سي صح؟ يبقى الكباستور بيشتغل ايه؟ الكباستور بيساوي واحد على اوميجا بي ال. اي مشكله يا شباب كده؟ نفس الحكايه برضو لو حقلب الاس دي او اطلع كده من المنظر ده يبقى الكويل هيتقال ايه؟ كباستور وكويل. القيم بتاعتها قريبة. هنا الكباستور يجيب لي كباستور وكويل. من الايكويشن ده الارقام الموجوده في الاكسبريشن موجوده للكويل والكباستور موجوده في السلايد بس اي مشاكل يا شباب المره الجايه احنا هنتكلم ان شاء الله نبتدي جي ام جي ام من شيب شيب امبرت شيب شيب هنتكلم عليه تاني بسرعه ونحل مساله على الترانسفورميشن